لوح رئيس مجلس الوزراء بتعديل وزاري قريب سيبدأ بإعفاء 15 وكيلا ومستشارا في كل الوزارات خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن تأخر إقرار الموازنة المالية لعب دورا في تأجيل التعديل الوزاري لمنح المرشحين فرصة تحسين الأداء. وفيما يتعلق بملف المياه، تحدث السوداني عن أزمة عالمية في مسألة شح المياه تواجه العراق المنطقة بسبب التغيرات المناخية، موضحا أن هذا الصيف هو أقصى موسم مر بتاريخ الدولة العراقية. ووصف مؤتمر بغداد للعام الجاري بأنه يعكس فلسفة الحكومة في إدارة علاقاتها الخارجية مع دول المنطقة والعالم القائمة على المصالح الاقتصادية. هذا الأسبوع سوف نعلن عن ما لا يقل عن 15 وكيل ومستشار سوف يتم إعفائه في كل الوزارات وفق الآلية نفسها. اللجنة تقول لا يصلح، لكن الوزير يقول يصلح، أخذ رأي الوزير. ليش هذا ترجيح كفته؟ لأن أكو تقييم ينتظر الوزير، والوزير هو يتحمل مسؤولية، هو اللي أصر على هذا المدير العام وأصر على هذا الوكيل، فراح هو يتحمل أدائه اللي أصر على بقائه. تقييم الوزاري قادم وضمن توقيته، تأخر لأنه تأخرت الموازنة. أنت حتى تعطي فرصة للوزير، هو وين يبين أدائه؟ غير يبين أدائه مشروع برنامج بتخصيصات، وما معقول لا موازنة لا كذا ويقول له تعال خلي قيمك في ظل هذه المشاكل والتراكمات. لكن التقييم قادم، وبالتأكيد هناك تعديل وزاري قريب إن شاء الله. اليوم نحن أمام أزمة عالمية في مسألة شحة المياه تواجه العراق والمنطقة بسبب شحة الأمطار وتصحر ظاهرة الاحتباس الحراري، التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على توفر المياه. العراق عانى بشكل كبير نتيجة ظروف عدة، منها خارجية ومنها داخلية. حلولنا، خلينا نتحدث بصراحة، حلول آنية، ماكو حلول استراتيجية لحد الآن، سواء كان الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية. تصير عندنا شحة مياه، وجه وفد، يبدأ الجهد الدبلوماسي وتصير إطلاقات مياه. اللي حصل في موسم الماضي، الموسم الزراعي، كان الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأمطار، فصارت عندنا خطة زراعية، وصلنا إلى الرية الأخيرة تسميها رية الفطام، صارت شحة مياه، صارت مشاكل. فكان توقيتها تقريبا مع زيارتنا إلى تركيا، وذكرنا هذا الجانب واستحقاق العراق للحصص المائية، وبالفعل استجابت تركيا وانطت دفعات مائية مكنتنا من إكمال الخطة الزراعية اللي نجحت بهذا الشكل اللي تابعنا حضراتكم. في هذا الصيف اللي هو أقصى موسم مر في تاريخ الدولة العراقية، وزارة الموارد المائية لأول مرة تسجل هذه الأرقام لانخفاض الاحتياطي والخزين من المياه. استمرت جهودنا الدبلوماسية مع الجارة تركيا. الجانب الإيراني كان إطلاقات مياه كبيرة في نهر الكارون، بحيث حتى ما احتاجنا إطلاقات من ناظم قلعة صالح والقرنة، فاضطرينا أيضا من خلال علاقاتنا وتواصلنا الدبلوماسي مع جارة تركيا تمكننا من مضاعفة الإطلاقات المائية قبل الزيارة الأربعينية بعشرين يوم، لغاية يوم أمس عندنا انخفاض. فكلها معالجات آنية. بصراحة أنا فكرت في هذا الموضوع كثيرا مع نخبة من المستشارين والمختصين، وإن شاء الله راح نقدم خطة لحلول جذرية، خطة استراتيجية لمعالجة الملف من كل جوانبه. مؤتمر 2023 يعكس فلسفة هذه الحكومة في إدارة علاقاتها الخارجية مع دول المنطقة والعالم، القائمة على تبادل المصالح الاقتصادية التي تمثل الهاجس الأول لهذه الدول. اليوم حركة كل الدول حركة البوصلة اقتصاد،
كل الدول. كل المشاريع المطروحة مشاريع اقتصادية. العراق بإمكانه أن يتبنى هذا وهو قادر، وهذا ما عملنا عليه. كيف يمكن أن نستثمر ما لدينا من موارد، من إمكانيات، من موقع جغرافي، من علاقات طيبة، نستثمرها في تحقيق هذا الإجماع الإقليمي والدولي في مؤتمر بعنوان التكامل الاقتصادي ضمان الاستقرار الأمني والداخلي والإقليمي.